سلام الله عليكم. موجز الأخبار من قناتنا من القاهرة، أهلا بكم. يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي جولته في الصين، حيث يلتقي اليوم مع رئيس وزراء الصين لي كي تشيانغ، وذلك في ثاني أيام زيارته للصين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. كما سيشارك الرئيس السيسي في حفل وضع أكاليل الزهور على نصب التذكاري لأبطال الشعب بالميدان السماوي ببكين. كان الرئيس السيسي عقد جلسة مباحثات مع نظيره الصيني شي جينغ بينغ، اتفق خلالها على استمرار التشاور والتنسيق بينهما في الأطر والمحافل الدولية، والعمل على التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط. نفى مصدر عسكري سوري تعرض مطار المزه العسكري لأي هجوم على الأطراف الغربية لمدينة دمشق أو عدوان إسرائيلي. وأوضح المصدر أنه تم وقوع انفجار في مستودع ذخيرة بالقرب من المطار بسبب ماس كهربائي، فيما كان قد أكد شهود عيان تصاعد النيران في محيط مطار المزه نتيجة انفجار مجهول المصدر. دعت المملكة الأردنية جامعة الدول العربية إلى عقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب لمناقشة موضوع نقص الدعم المالي الذي يواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي سيعقد في 11 من الشهر الجاري بالقاهرة. وقال سفير المملكة الأردنية لدى جامعة الدول العربية علي العايد إن الأردن وجه مذكرة رسمية إلى الجامعة العربية بهذا الخصوص حتى يتسنى لوزراء الخارجية العرب الوقت الكافي لبحث تداعيات النقص المالي الحاد الذي تواجهه الوكالة. استقبل رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي نواب ورؤساء الأركان الروسي والإيراني والسوري في اجتماع أمني بين الدول الأربع. وقالت وزارة الدفاع العراقية إن الاجتماع بحث تنسيق الجهود الاستخباراتية لملاحقة خلايا داعش الإرهابية التي تنشط في المناطق السورية القريبة من الأراضي العراقية، ومناقشة تعزيز التعاون والتنسيق الأمني والاستخباري بين هذه الدول. حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا في ليبيا والالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة في الماضي برعاية الأمم المتحدة. هذا أدان غوتيريش في بيان استمرار العنف في العاصمة الليبية ومحيطها بما في ذلك القصف العشوائي الذي تلجأ إليه جماعات مسلحة تقتل وتجرح مدنيين بينهم أطفال. أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن قلقه تجاه تقارير تحدثت عن نقل إيران صواريخ باليستية إلى العراق، معتبرا أن ذلك يمثل انتهاكا جثيما لسيادة العراق إن صحت تلك التقارير. من جانبها أنكرت إيران صحة ما ورد بتقرير نشرته وكالة رويترز عن نقل طهران لصواريخ إلى العراق، وقالت إن التقرير يهدف إلى الإضرار بعلاقات إيران مع جيرانها. رياضيا، حقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على نظيره إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز. بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة العاشرة محتلا صدارة الدوري بشكل مؤقت لحين استكمال مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة السادسة محتلا المركز العاشر بجدول الترتيب. تم الموجة. السلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته.